مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي سناء بيوتي. جيسبر تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله قررت انني ندير لكم ريفيو على زيت الجوجوبا. هاد الزيت هذه اللي اكتشفتها مؤخرا، ماشي ما كنتش كنعرفها، ولكن ما استعملتها اول مره كنستعمل هاد الزيت هذه وعجبتني بزاف. قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هكا استعمالاتي لهاد الزيت، وكذلك نعطيكم بعض الفوائد التجميليه لهاد الزيت هذه الخاصه بالشعر او لا بالبشره. اول حاجه بعدا كيف كتشوفوا معايا اللون ديالو صافي ذهبي، والقوام ديالو سائل ماشي كثيف بحال زيت الخروع او زيت الجليسيرين اللي كيكون شويه ثقيل. عنده واحد التركيبه كتشبه التركيبه ديال الدهون اللي كتفرزها الذات ديالنا، سواء البشره ديال الوجه او الشعر، لهذا كيكون سهل الامتصاص، ما كيكونش بهكا ميدم. الا وضعته على البشره ديالكم ديال الوجه ما كيبقاش ميدم، كتمتص بسهوله. وكذلك عنده واحد القدره ديال انه كيتحكم في افرازات الزيوت سواء داخل البشره او داخل الوجه، وكيقلل منها وما كينشفهاش، لانه بعض الخطرات كنمشيو ناخذ هكا شي برودوي خاص بالبشره الدهنيه او الشعر الدهني وكينشف لينا البشره ديالنا او الشعر. هذا الزيت هذا ما تينشفش، كيرطب وكيحافظ على ديك الرطوبه وكيقلل كي قلت لكم من افرازات الدهون. غادي نبارطاجي معكم هكا بعض الفوائد التجميليه ديالو الخاصه بالشعر. فهو منظف ممتاز للشعر، كيزول لينا كاع الاتربه اللي كتكون في المسامات وكذلك الزيوت، مضاد للبكتيريا وكيحافظ لينا على الصحه ديال الشعر ديالنا، وكيعطي واحد اللمعان. ويمكن لينا نستعملوه على الفروه وعلى الشعر، لان بعض الخطرات شي زيوت ما يمكنش نستعملوه على الفروه لان كتسد المسامات وكتخنقهم. هذا الزيت لا، كيف سبق لي وقلت يمكن لينا نستعملوه على الفروه كيف يمكن لينا نستعملوه على الشعر كذلك. كيحفز نمو الشعر وكيمنع التساقط ديالو، ومرطب ممتاز للشعر لانه كيحتوي على مجموعه من المعادن والبروتينات اللي كتعمل كبلسم طبيعي للشعر. اما بالنسبه لبشره الوجه فهو مرطب ممتاز، كيمتص بسهوله كتمتص عفوا بسهوله، وكيعالج لينا حب الشباب، لان قلت لكم عنده ديك الخاصيه ديال انه كيوازن ما بين افرازات الدهون وكيقلل من ديك الزيوت اللي كتكون في البشره وكينظف المسامات كذلك. يمكن لنا نستعملوه كذلك كلوشن للجسم من بعد الاستحمام، لانه قلت لكم سريع الامتصاص وكيرطب لينا البشره ديالنا ديال الجسم ديالنا بواحد الشكل زوين. وكنستعملوه كذلك لتنعيم القدمين وكيمنع لينا التشقق ديالها. بالنسبه لي انا شخصيا كنستعملوه بعض الخطرات كمزيل للمكياج، لانه سبق لي قلت لكم انا المزيل المكياج ديالي نمبر 1 واللي كيعجبني بزاف واللي غنبقى نستعملو دائما، وهو زيت الزيتون. ولكن بعض الخطرات كيكون مسالي عليا، ولا مثلا كنهز معايا هذا حتى قريعه ديالو صغيره، فما سبب لي حتى شي مشكل، خصوصا ان البشره ديالي دهنيه. يمكن لكم تستعملوا كذلك الاظافر، بالنسبه للبنات اللي الاظافر ديالهم كتكسر وكتشقق، استعملوها هكا بالليل واحد القطيره دوزوها هكا على الضفيرات ديالكم. هذا كاين في متواجد في الفارماسي، كيدير 66 درهم فاصلة 69. بالنسبه لي انا خديته من بارا، خديته ب 45 درهم. من الاحسن انكم تاخذوا شي حاجه اللي ناتوريل وتكون موثوق منها. و فوالا، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، جيسبر يكون عجبكم. الا كنت اول مره كتشوفوا لاشين ديالي ما تنساوش انكم تابوناو بالضغط على زر سبسكرايب، ما تنساوش كذلك انكم تضغطوا على الجرس الموجود في خانه الاشتراك باش يوصلكم جديد كاع الفيديوهات ديالي. لايك للفيديو الا عجبتكم، كي كنقول لكم دائما تهلاو في رياسكم. بوسه كبيره لكم، السلام عليكم.